تحق. صباح الخير يا سيف. جيتك الصبح يا من الروح بالنور، واقول يا خلي هلا وكيف حالك، يلا عساك بخير طيب ومسرور، ويلا عساني ما انحرم من وصالك. الله يخليك. كلام معذور والله يسعدك ويمسكون دارك. صباح الخير عبد الله، صباح النور لكل المشاهدين ولكل الاحبه المتابعين لبرنامج قهوه الصباح. احنا اليوم مثل ما ذكرت عبد الله موجودين في مركز عمان الدولي للمعارض لتصفيه معرض شومكس 2015. هذا المعرض الذي يوفر فرصه لجميع الجهات سواء الحكوميه او الخاصه وكل المعنيين برياده الاعمال والابتكارات في اصل الصناعه. مريم عشان ضحكه دائما يا عبد الله. الا نتعب. انت لو تدري سيف، ترى كل الاطفال الحين قاعد يسالون، خاصه مريم تسالني تقول وين هذا اللي قاعد يتكلم؟ هم مو شايفينك داخل الاستوديو بس يسمعون صوتك، فقاعد اشر على الشاشه. يسلمون عليك كثير يا سيف. الله يعطيك الصحه والعافيه يا رب العالمين. وحمد لله على السلامه. الله يسلم غاليك يا رب العالمين. يا عبد الله احنا موجودين في مركز عمان الدولي للمعارض في محافظه مسقط، معرض شومكس 2015. هذا المعرض راح يستمر عبد الله من 27 ابريل يعني اليوم الافتتاح، راح يكون تحت رعايه معالي وزير النفط والغاز، وراح يستمر ان شاء الله تعالى حتى 1 مايو بمشيئه الله تعالى. كل التفاصيل المرتبطه بالمعرض عبد الله راح تكون مع الوقفات القادمه، وانا اعطيك الحين المجال لتستمتع مع براءه الطفوله الجميله، ويا ليت موجود معاكم مشارككم الحالي. يا ليت والله. تشرفنا يا سيف وين ما كنت، يعطيك العافيه. تحياتي لك وتحيات الفريق العامل، ان شاء الله بنرجع لك في وقفات اخرى حتى نتعرف على تفاصيل هذا المعرض والتحضيرات للافتتاح لليوم، وان شاء الله تكون دعوه عامه للجميع للاستفاده من التقنيه وخاصه في مجال التكنولوجيا. 150 شركة متخصصة في مجالات الألياف الضوئية والحوسبة في تقنية المعلومات والاتصالات تشارك في معرض الاتصالات وتقنية المعلومات كوميكس 2015، تتواجد جميعها تحت سقف واحد في مركز عمان الدولي للمعارض الذي يستمر لمدة 5 أيام. كما سيشارك في المعرض 35 مؤسسة حكومية من داخل السلطنة، بالإضافة إلى العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة من دولة الكويت وجمهوريات سنغافورة وليتوانيا وأستونيا. كما سيتم عرض أحدث الأدوات والأجهزة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات إلى جانب ركن الإعلام الإلكتروني وركن المسابقات والابتكارات وركن التحول الإلكتروني وركن الحلول الرقمية. رجعنا لكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام وإلى فقرتنا، وخاصة من خلال الربط المباشر مع الزميل سيف الفوري، هذا الشاب الوسيم اللي منورنا دائما من خلال برنامجنا قهوة الصباح، اليوم موجود في كوميكس. تفضل يا سيف. دام فضلك عبد الله، تسلم وتسلم على الكلمات الجميلة استاهل. عموما احنا مستمرين ان شاء الله تعالى معكم مستمعينا الاحبه ومشاهدينا ايضا في برنامج قهوه الصباح من هنا من مركز عمان الدولي للمعارض، طبعا لتغطيه فعاليات معرض كوميكس 2015. هذا المعرض الذي طبعا سيستمر من 27 ابريل الى 1 مايو، ايضا يعني يضم خلينا نقول منصه لتعريف جميع الزوار باهم الابتكارات التي طبعا حاصله في هذا المجال في عالم الابتكارات، وللتعرف ايضا على كل التفاصيل المرتبطه بمعرض الابتكارات وهذا بمعرض كوميكس 2015 ينضم الينا في هذه اللحظه طارق علي، مدير عام الشركه المنظمه للمعرض، الشركه العمانيه للمعارض والتجاره الدوليه. نرحب بك معنا طبعا استاذ طارق، وحياك الله في برنامج قهوه الصباح. نتعرف من خلالك طبعا على التفاصيل المرتبطه بهذا المعرض، يعني عدد الشركات او الجهات الحكوميه المشاركه وبنسخته الجديده ايش يميز عن النسخات الماضيه والسابقه. السلام عليكم ورحمة الله، وأكبر ترحيب لكم طبعا في هذا المعرض. نحتفل هذا العام باليوبيل الفضي للمعرض حيث يقام منذ 25 عاما، يرتقي
دائما معرض كوميكس في بهذه الصناعة بشكل متواصل بحيث يستقطب الكثير من الشركات، وهذا العام يتميز المعرض بأنه أكثر عالمية حيث نجد أكثر من 12 دولة يشاركون في هذا المعرض يمثلون مختلف القطاعات الصناعية المرتبطة بصناعة الاي تي والتكنولوجيا المعلومات. هذا العام الحمد لله استقطبنا أكثر من 145 شركة عارضة يمثلون 225 علامة تجارية دولية مرموقة ومشهورة جدا. يتميز أيضا المعرض هذا العام بتنظيمه الجيد حيث قمنا بتقسيم المعرض بشكل متناسق يسمح لزوار الأعمال باستشراف الفرص المتوفرة في السوق العماني. بالإضافة إلى ذلك هناك الكثير من الأخبار الجيدة والجديدة جدا في معرض كوميكس من حيث زيادة محتويات المعرض من خلال المحاضرات والمناقشات إلى آخره. طيب سأطرق وتكلمنا أيضا وتخبر كل المشاهدين والمتابعين لبرنامج قهوة الصباح عن أهمية إقامة مثل هكذا المعارض المهتمة بعالم الابتكارات ومجال الابتكارات وآخر وأحدث ما توصلت إليه طبعا التكنولوجيا في عالم الابتكارات. تساهم المعارض بشكل عام ومعرض كوميكس بشكل خاص بزيادة دور سلطنة عمان وحضورها العالمي في مجال تقنية المعلومات، وهذا شيء جيد جدا لأنه يساهم في أيضا تعزيز قطاعات أخرى مختلفة مثل قطاعات الخدمات والفنادق والسياحة. أيضا لا ننسى دور كوميكس منذ 25 عاما بتوعية الشباب العماني والمواطنين العمانيين أيضا بآخر التقنيات، مما يساهم أيضا في تطوير البنية التحتية وتطوير مستقبل عمان في الأعوام القادمة. سأطرق الرسالة الدعوة اللي حاب توجهها لكل المشاهدين حول معرض كوميكس 2015. هناك الكثير من الأشياء المختلفة عن السنوات القادمة، أنا أدعو الجميع لحضور كوميكس والاطلاع على آخر التقنيات. جناح عمان أو الحكومة الإلكترونية في عمان جناح مزدهر جدا، وأيضا هناك نشاطات مختلفة وعديدة. بالنسبة لزوار الأعمال يمكن اعتبار معرض كوميكس للأعمال فرصة متاحة وكبيرة لكافة العاملين في قطاع الأعمال لحصول على آخر التقنيات، فنتمنى زيارتهم في هذا العام. يعطيك العافية إن شاء الله تعالى سيد طارق، بارك الله فيكم وموفقين إن شاء الله تعالى بإذن الله. شكرا جزيلا وأهلا وسهلا مرة ثانية. شكرا. إذا عبد الله أيضا نحن مستمرين مثل ما ذكرنا أنه هذا المعرض معرض كوميكس 2015 طبعا هو من تنظيم الشركة العمانية للمعارض والتجارة الدولية بالتعاون مع هيئة تقنية المعلومات. لذا الحين معنا ضيف آخر وهو طبعا ياسر بحمود الشبيبي أخصائي أول إعلام وعلاقات عامة بهيئة تقنية المعلومات. مرحبا بك معنا يا ياسر وحياك الله في برنامج قهوة الصباح. مرحبا أخي سيف ومرحبا بجميع الأخوة المشاهدين لبرنامج قهوة الصباح. مرحبا بك، حياك الله ياسر، لو تخبرنا كذا وتطلع ايضا المشاهدين عن مشاركه هيئه تقنيه المعلومات في تنظيم هذا المعرض وايضا بالاركان المشاركه بها الهيئه في هذا المعرض. نعم اخي سيف، طبعا هيئه تقنيه المعلومات تشارك وتدعم معرض الاتصالات وتقنيه المعلومات كوميكس منذ عام 2008. طبعا المؤسسات الحكوميه تشارك في معرض كوميكس تحت مظله عمان الرقميه. في هذا العام تشارك معنا 34 مؤسسه حكوميه تحاول ان تعرف الجمهور والزوار بالخدمات الحكوميه الالكترونيه وايضا بالجهود المبذوله في سبيل تحقيق الاستراتيجيه الوطنيه للمجتمع عمان الرقمي والحكومه الالكترونيه. ايضا ياسر لو تعرف من خلالك على اهميه اقامه مثل هكذا المعارض، ايش اللي تمثله من اهميه لرواد الاعمال للجهات الحكوميه وغير الحكوميه المعنيه والمهتمه بعالم الابتكارات في السلطنه؟ طبعا لا شك ان مثل هذا المعرض له دور كبير في تعريف الزوار بكل ما هو جديد في مجال تقنيه المعلومات والاتصالات، كل ما هو جديد في هذه الصناعه المهمه. طبعا بالنسبه لنا احنا كقطاع حكومي او كعمان الرقميه نحاول ان نعرف الجمهور بالخدمات الحكوميه التي تقدمها المؤسسات الحكوميه للجمهور، ايضا هي نفس الشيء نافذه للزوار انفسهم للتعرف على كل ما هو جديد من خلال تواجد اكثر من 145 شركة متخصصة في قطاع الأعمال وقطاع تقنية المعلومات والاتصالات بالإضافة إلى أقسام التسوق وغيرها. ايضا اخوي ياسر يعني من خلال ايضا حضورك وتواجدك في خلال النسخ الماضيه لمعرض كوميكس، كيف شايف بشكل عام كذا اقبال الناس ومدى يعني رغبتهم وشغفهم وشوقهم ايضا لمعرفه كل التفاصيل المرتبطه بالتكنولوجيا باخر ما توصلت اليه الابتكارات في هذا الجانب؟
لله الحمد، أنا من خلال ملاحظاتي في السنوات الماضية، يعني قبل سنتين كان عدد زوار يمكن أقل من 80,000، السنة الماضية كان عدد الزوار أكثر من 90,000 زائر، وإن شاء الله هذا السنة بيكون الإقبال أكثر من السنوات الماضية، ونتأمل وندعو من الجمهور أن لزيارة هذا المعرض على مدار 5 أيام من تاريخ 27 ابتداء من هذا اليوم إلى الأول من مايو القادم بإذن الله تعالى. إذن شكرا لكم وموفقين إن شاء الله تعالى ياسر. شكرا أخي سيف وبشكرين على تواصلكم الدائم. إذن عبد الله مثل ما لاحظنا ياسر بن حمود الشبيبي أخصائي أول إعلام وعلاقات عامة بهيئة تقنية المعلومات، إحنا ما زلنا موجودين هنا في طبعا معرض كومكس 2015 مركز عمان الدولي للمعرض، طبعا مركز عمان الدولي للمعارض، لكل التفاصيل المرتبطة أيضا حول المعرض وأيضا المشاركين راح يكون إن شاء الله تعالى وقفات أخرى قادمة لنا مع هؤلاء المشاركين. معالي عبد الله اعذرني أنا الصوت يتردد تراني في أذني، انا لاحظت قلت هذا في مسبب اسمعني عبد الله اي اسمعك بس انا لاحظت سوى لي نوع من التشويش يعني في عمليه الحديث يعني انا بس يمكن انطباعك سيف عن المعرض بصوره عامه، انا شفت هذاك الرجل الالي الموجود على البوابه، هل هذاك نموذج ولا على فكره اول ما وصلنا ترى اول ما وصلنا كل طاقم العمل والصور والسيلفي مع الرجل الالي يعني هل هو في له تقنيه يعمل خدمه معينه ولا مجرد نموذج كذا تحيه وترحيب بالحضور كنموذج للتحيه وترحيب ايضا لمعالي راعي طبعا افتتح المعرض فعلشان كذا يعني كانت ايضا لتعريف جميع الزوار والحضور خلينا نقول كنموذج مبسط، اول ما يدخلوا يشوف الرجل الالي كدليل على انه المعرض يضم في جعبته الكثير واخر ما توصلت اليه التكنولوجيا والابتكارات في هذا الجانب، تحيه جميله قدمها الرجل الالي لمعالي وزير النفط والغاز. نعم. وندعو كعبد الله وجميع الزوار انهم يحضروا ويشوفوا ويطلعوا على كافه التفاصيل المرتبطه بمعرض كومكس 2015. نعم، زي ما لاحظت ايضا من خلال الافتتاح هو بسيط ولكن معبر، كان هناك في شاشه مقابل معالي الوزير في استقبال التحيه. أيوة. وارسال التحيه لك، بس شوي تشرح لنا اياها كيف كانت. اول ما وصل طبعا معالي وزير النفط والغاز الى الموقع مباشره وكان معه هو الرجل الالي، سوى له التحيه، قدم له التحيه، والشاشه اللي موجوده على صدر الرجل الالي مكتوب عليها كومكس 2015 بتحيه جميله قدمها الرجل الالي لمعالي وزير النفط والغاز. مباشره وزير النفط ايضا تقدم الى هذه البوابه اللي هي الان على يساري، فيها مجموعه من طبعا لو زين يا نعيم نرجع نتقدم مع جميع المشاهدين هذه البوابه يعني فيها كما الفيديو يطلع جميع الزوار ووزير النفط والغاز على يعني التفاصيل المرتبطة بكومكس 2015 أبرز ما يضم كومكس 2015 هذا العام وفي نسخته الجديدة. عموما إن شاء الله عبد الله في تفاصيل أخرى جميلة إن شاء الله تعالى موجودة ومفاجآت جميلة أيضا بانتظار لجميع الزوار اللي راح يشرفون بوجودهم هنا في معرض كومكس 2015. ما علي أعذرني عبد الله أنا بحاول أفتح الباب، لا شكله خلاص يا نعيم سكروا الباب يعني. عموما اليك الكلام الان عبد الله. شكرا يا سيف يعطيك العافيه، وان شاء الله بنرجع لك في لحظات اخرى عشان تعرف اذا في جوانب اخرى او يعني نقدر نقول قسم معين ممكن نحرص فيه على مشاهدين المختصين في مجال تقني او تكنولوجي ممكن يزورون ويتعرفون عليه. مشكور يا سيف وتحياتي لطاقم العمل وبالتحديد المصور الموجود معك، تحياتي لنعيم. فاصل وراجعين مرة ثانية مشاهدينا الكرام وإلى معرض كومكس والافتتاح الرسمي اليوم إن شاء الله في دورته الجديدة، ونرجع إلى سيف وتفاصيل أكثر، والكلمة لك يا سيف تفضل. عودة إليك عبد الله وعودة أيضا لكل المشاهدين والمتابعين لبرنامج قهوة الصباح في هذا الصباح الجميل في هذه النافذة الصباحية اللي دائما وأبدا نسعى لتغطية جميع الفعاليات والمناشط المتعددة والمختلفة الموجودة والمقامة على أرض السلطنة. اليوم طبعا مثل ما لاحظنا حفل افتتاح معرض كومكس 2015 تحت رعاية معالي وزير النفط والغاز. ما شاء الله عبد الله أنا بقول لك حاجة،
يعني لربما انه اليوم الافتتاح، لكن ما شاء الله حضور واقبال كبير جدا من قبل الزوار ومن ايضا الجهات المشاركه الحكوميه وغير الحكوميه في معرض كومكس 2015. مثل ما ذكرنا هي فرصه لعرض جميع ما واخر واحدث ما توصلت اليه طبعا الابتكارات وعالم التكنولوجيا في العالم، بالإضافة أيضا إلى فرصة بأمانة لتطوير وتعزيز مجالات التعاون والشراكة بين الجهات الحكومية في السلطنة وأيضا قطاع الأعمال وخبراء الصناعة وغيرهم المهتمين بمجال الابتكارات في هذا الجانب. عموما لمعرفة أيضا يعني احنا خضينا في البداية في وقفتنا الأولى مع المنظمين لهذا المعرض، والآن ننتقل مباشرة إلى الأركان والجهات المشاركة في المعرض. مثلا من الجهات المشاركة وزارة التجارة والصناعة، ومعنا الآن بثينة بنت محمد الكندية لتطلعنا عن تفاصيل مشاركة الوزارة في هذا المعرض. مرحبا بك معنا أستاذة بثينة في قهوة الصباح، ومرحبا بك معنا. أهلين وسهلين. احنا طبعا اليوم موجودين في معرض كوميكس على اساس انه نستعرض اهم ما تم تدشينه من خدمات الكترونيه من بوابه تستثمر بسهوله. البوابه هذه تمثل جميع الخدمات اللي تقدمها المحطه الواحده. لله الحمد تم تدشين 23 خدمه. طبعا المرحله الثالثه كانت في نهايه في بدايه ابريل، وكانت بنتائجها اللي هي تدشين السجل التجاري الالكتروني. جميل. استاذ بثينة لو تطلع لي كذا كل المشاهدين والمتابعين لبرنامج قهوة الصباح عند زيارتهم لمعرض كوميكس 2015 ومرورهم ايضا وتجوالهم في المعرض ووصولا الى معرض وزارة التجارة الى ركن وزارة التجارة والصناعة، ايش ابرز ما يحوي هذا الركن بالتحديد؟ طبعا مثل ما ذكرت احنا اهم ما نحاول ان نركز عليه من خلال الركن تبع وزارة التجارة على المشروع المحطة الواحدة اللي هو مشروع استثمر بسهولة. المشروع هذا مشروع وطني تشترك فيه جهات حكومية عديدة. نحاول بالضبط انه نعرف الناس على الخدمات الالكترونية المتاحة للمجتمع الاقتصادي الذي ممكن يستفيدوا منه رواد الاعمال والمستثمرين بكافة. بشكل خاص وزارة التجارة والصناعة مشاركتها في هذا المعرض، وبشكل عام الجهات الحكومية وغير الحكومية المشاركة أيضا في معرض كومكس 2015، إيش اللي تمثلكم هذه المشاركة وأهميتها أيضا بشكل عام؟ أهمية معرض كومكس بالنسبة لنا إحنا كوزارة التجارة وللمشروع عموما إن هذه فرصة تتاح لجميع الناس إن يتعرفوا على أكثر بقرب وبالتقرب أكثر من الخدمات اللي نوفرها، الخدمات حاليا اللي متوفرة إلكترونيا اللي تهم كل المهتمين بقطاع الأعمال التجارية. من خلال وجودك، والافتتاح كان قبل تقريبا نصف ساعة من الآن، كيف شايفة إقبال الزوار أيضا على الركن في النصف الساعة الأولى من افتتاح المعرض؟ ما شاء الله، يعني ما كنا متوقعين كذا. يعني احنا بعد الافتتاح مباشرة الناس بدوا يجوا ويسألوا عن الخدمات الالكترونية المتاحة عندنا، عن بشكل خاص عن التسجيل التجاري الالكتروني اللي تم تدشينه الشهر الماضي. الرسالة ايضا او الدعوة اللي حابة توجهها انت شخصيا لكل المشاهدين والمتابعين لبرنامج قهوة الصباح في هذه الوقفة الصباحية، أدعوهم بأنه يجوا ويتعرفوا أكثر على الخدمات الإلكترونية الموجودة عندنا. أتمنى بكثير أنهم يستفيدوا من كل الخدمات اللي تتيحها لكل الجهات الحكومية، خاصة أن احنا الآن مقبلين على كثير من التبسيط وتسهيل الإجراءات في مجال التحول الإلكتروني، وهذا ما نسعى إليه اليوم احنا كافة كحكومة بأن نبرزه للمجتمع سواء كان المحلي أو المجتمع العالمي. أستاذ بثينة بارك الله فيكم، موفقين إن شاء الله تعالى بإذن الله. الله شكرا. إذا مستمرين معكم مشاهدين الأحبة، وأيضا عبد الله إحنا مستمرين معكم متواصلين من هنا من مركز عمان الدولي للمعارض في معرض كومكس 2015. كان هذا طبعا حديث مع بثينة الكندية من وزارة التجارة والصناعة. ننتقل مباشرة إلى ركن آخر وهو طبعا ركن جامعة السلطان قابوس، ومشاركة أيضا المؤسسات التعليمية والعلمية الموجودة في السلطنة، وينضم معنا طبعا علي بن سليمان السليماني من الجامعة. مرحبا بك معنا أستاذ علي، ولو تطلعنا أيضا يعني عن طبيعة مشاركة جامعة السلطان قابوس في معرض كومكس 2015 في هذه النسخة الجديدة. اولا اهلا وسهلا بكم في ركن الجامعه. تشارك الجامعه في هذا العام بمشاركه مميزه في مجال الخدمات الالكترونيه، حيث تشارك بمجموعه من المشاريع الطلابيه. الى خدمات المكتبه الرئيسيه حيث
يوجد هناك اشتراكات في فقط أيضا لدينا هذا العام مشاركة فعالة في مسرح المعرض حيث سيكون هناك زي ما نلاحظ يمكن هناك في شوي خلل فيما يخص الصوت من خلال النقل المباشر. دعوة عامة للجميع لحضور فعاليات كوميكس لعام 2015 لما يحتوي من مرافق وخدمات. أتمنى التوفيق لطاقم العمل، أتمنى التوفيق للقائمين على هذا المعرض. احنا وصلنا لختام البرنامج، أتمنى وفقنا في تقديم حلقة اليوم ونشوفكم إن شاء الله على خير. السلام عليكم.